السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: معايير الأمان الدولية، بغداد أنموذجا. مشاهدينا الكرام، سيكون ضيفنا في هذه الحلقة دكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. طبعا تذيلت العاصمة العراقية بغداد قائمة المدن الأكثر سوءا وخطرا على مستوى العالم لعام 2024 بحسب تقرير لمجلة سي وورلد. وبحسب تقرير للمجلة الأمريكية، جاءت بغداد في المرتبة 264 عالميا من أصل 300 مدينة تم تقييمها، وفي المرتبة 10 عربيا. ويقول مراقبون للشأن العراقي أن بغداد تحولت منذ عام 2003 إلى مركز للميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة، مع عجز القوات الأمنية في حفظ الأمن، مما جعلها من أخطر مدن العالم. وكان معهد الاقتصاد والسلام العالمي قد وضع العراق ضمن قائمة المناطق العشر الأكثر خطرا في العالم على حياة الإنسان ورفاهيته لعام 2023 وجودة الحياة على نحو عام. السبب في ذلك هو نتيجة الصراعات المستمرة وارتفاع معدلات العنف وانتشار العصابات المسلحة. ويقاس بالعادة مدى السلامة في المدن التي تم تقييمها بناء على معدلات الجريمة المنخفضة وقوة الشرطة والتدابير الأمنية وكذلك استقرار الحكومة. في المقابل يدافع البعض ويقف بالضد من أي طرح يتعلق بمستوى الأمان في بغداد، ويقولون أن مستوى الأمان فيها مرتفع، ومن يعيشون فيها يتمتعون بقدر كاف من الأمان والحرية، وأن هذا الطرح مناف للمصداقية وهو تحريضي وغير موضوعي. فيا ترى، هل تنطبق الشروط الدولية المتعلقة بالأمان على العاصمة العراقية بغداد؟ وما هي المعايير التي اعتمدها الطرفان في تقييمهما للوضع في بغداد؟ هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها في هذه الحلقة إن شاء الله مع ضيفنا الكريم، وننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أيضا لإبداء الرأي وللإجابة على هذا السؤال: هل بغداد آمنة كما يرى البعض أم أنها غير آمنة كما يرى آخرون؟ نبدأ الموضوع مشاهدينا الكرام بالتحية للدكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، معنا عبر سكايب. حياكم الله دكتور. الله يحييك وأحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام. دكتور، بداية يعني قد هناك نرى اختلافا في الرأي داخل بغداد، هناك من يرى بأن بغداد مدينة آمنة، مدينة يستطيع الإنسان فيها أن يسير متأخرا بالليل مثلا، يذهب إلى المقاهي إلى المطاعم وما إلى ذلك. هناك آخرون يرون بأنه لا، بغداد مدينة خطرة طالما وجدت ميليشيات تحمل السلاح، طالما وجدت دقات عشائرية. إلى أي طرف تميل، وما هو تبريرك في شرحك للرأي الذي ستطرحه؟ حقيقة بغداد تعتبر آمنة بالنسبة للميليشيات أو للمناطق التي يتواجد فيها هؤلاء الميليشياويون، ومن يأتي إليهم فهو آمن في ظلهم، وغير آمنة بالنسبة للمواطن العادي أو الذي يأتي من خارج العراق وليس له أحد في بغداد يمكن أن يدليه أو يمكن أن يحميه في ظل حزب أو في ظل ميليشيات. هكذا أصبح الوضع في بغداد. لذلك نحن نعتمد على بيانات سواء وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية التي أكد في شهر كانون الثاني من عام 2024 بأنه كانت هناك حوادث كثيرة وكانت هناك جثث مجهولة، أعتقد كانت عدد 6، وكان هناك أيضا عدد من النزاعات التي أدت إلى مقتل ما يربو على أكثر من 70 شخص. لذلك هذه العمليات كلها تعزز بأن مدينة بغداد هي غير آمنة لتلك العصابات أو الميليشيات. الناس العاديين والناس الذين يأتون إلى بغداد تراهم يحاول أن يقضي شغلته بشكل سريع في النهار
عودة إلى محافظته أو مدينته أو إلى عائلته لكي يأمن على نفسه، أما لا يريد البقاء في بغداد. بالإضافة إلى أن هناك حوادث كثيرة قد حدثت للناس من خارج العراق الذين يأتون بدون طلب أو بدون دعوة من قبل مؤسسة حزبية أو ميليشياوية أو دائرة حكومية. هؤلاء يتعرضون للنصب وللاحتيال، وأيضا يتعرضون إلى حالات الخطف وإلى حالات الابتزاز. لذلك بغداد كما سماها هذه المراكز التي استطلعت الآراء قد وضعها في الخانة الصحيحة لها، لأن الإنسان لا يشعر بالأمان المطلق فيها عندما يأتي إليها كبقية دول ومدن وعواصم العالم. هناك تغريدة انتشرت في موقع إكس تويتر سابقا للصحفي غسان شربل، قال بأنه بغداد مصنع الاغتيالات، معهد والظلام الدامس. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الموضوع، هجوم تعرض له هذا الشخص هذا الصحفي لأنه تحدث بهذه الطريقة. كثيرون ممن انبروا للدفاع عن 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 بغداد، عن العراق، عن ما يرونه أمانا، أنه أنت لا يحق لك أن تتعرض إلى مدينتي إلى بلدي. هل الاندفاع والمدافع التي شاهدناها مبنية على أسس معينة حقيقية نقول على أساسها أنه بغداد نعم آمنة ولا يحق لك أنت وغيرك أن تطعنوا في مستوى الأمان الذي يوجد في بغداد؟ أنا كنت أراقب ما قاله غسان شربل، وأعتقد في نفس اليوم الذين بدأوا بحملة الرد على مقالة غسان شربل قد وقعت حادثتين مع الأسف. الحادثة الأولى وهو مقتل شخص في بغداد الجديدة وحالة من الفوضى، والحادث الثاني جرى في مدينة الصدر أيضا وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وإطلاق نار وحالة فوضوية كان في بغداد. هذا ما أعلن بالطبع على لسان داخلية، ولكن هناك كثير من القضايا لم تعلن، خوفا على الضحية، خوفا على عائلة الضحية. لذلك غسان شربل عندما كتب هذه المقالة هو اعتمد على معطيات على الساحة العراقية وعلى الساحة في بغداد مما يجري من عمليات ابتزاز وخطف وعدم أمان بالنسبة للشخص الذي يذهب. نحن نعلم كثير من الناس في كل دول العالم يذهب للسياحة، يذهب للعلاج، يذهب للزيارة، يذهب لمشاهدة الآثار في كل دول العالم، ولكن تجاه بغداد منذ عام 2003 لا يستطيع أي شخص أن يأتي إلى بغداد إذا لم يكن مدعو من جهة قوية قادرة على حمايته، وهي التي تؤمن له سكنه، وهي التي ترافقه أيضا في حله وترحاله. حدث الكثير سواء في بغداد وخارج بغداد لأشخاص قد اعتمدوا على أنفسهم بالمجيء ووقعوا سواء ضحية لأعمال عنف أو لأعمال ابتزاز ولقتل. نعم، أعود لحضرتك بعد لحظات إذا تسمح لي دكتور. نسمع رأي السيد أبو أحمد من بريطانيا، بس قبل أبو أحمد يا شباب عندي صدى صوت بين الاستوديو والايربيس. ابو احمد تفضل، حياك الله. عليكم السلام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله وضيفك العزيز. الله يسلمك. استاذ محمد، اول ما ابدي كلامي، لو كان هناك امان ما كان كل مسؤول حاط له عشرات ومئات من الحمايه ويطلع بالشارع. هذا مؤشر واضح انه لا امانه، لا يوجد امان عام. الامان العام يجب ان يكون اولا السلاح بيد الدوله. ماكو ميليشيات، يجب أن يكون جيش، أمن، مخابرات، استخبارات، غير ذلك لا يوجد. ماكو شيء اسمه السلاح ما يصير يمتلكه أي شخص كان. إضافة إلى أنه الآن العراق بالوقت الحاضر من سنة 2003 لحد الآن لا أمان فيه بكل سهولة. طب أي واحد البيت قبل كانوا يقولون
استدبابك انت امن، حتى من استدبابك انت مو امن. لان باي لحظه ممكن ان يلفقوا لك تهمه، يلفقوا لك مخبر سري، يلفقوا لك اربعه ارهاب ويحطوك جوا حسب اهوائهم. فلذلك لا يوجد امان بالمعنى العام مثل ما موجود ببقيه الدول. طيب يعني انا بس اريد الداخل وياك ابو احمد سريعا اذا نعم. تسمح لي راح اتبنى وجهه النظر المقابله، لانه اريد منك رد وجواب ايضا على وجهه النظر هذا. يرى البعض بانه انت اذا تتفضل وتقول حتى وانت ببيتك انت ما امن من المخبر السري، من المداهمه العشوائيه، من ما الى ذلك، يقول لك انت لو ما مسوي شيء ما راح يدخلون بيتك. هل كل من تعرضوا الى مداهمات في العراق، الى اقتحام بيوتهم، الى اعتقالهم، هم مذنبين؟ هل كل من طبعاً. دخلوا الى السجون والمعتقلات اليوم في العراق هم ارهابيين؟ استاذ محمد 90% من الموجودين بالسجون هم ابرياء 100%. هم يعني ابسط حاجه اللي موجودين بالسجن، هل تم سجنه استنادا الى محكمه الى قانون؟ لو جيبه وحطه بالسجن وهاي هي وانسى، فهذا دلاله انه اكثر من 90%، وهي وجهه نظري الشخصيه، انه هذول ابرياء يجب ان يتم عرضهم على لجان عالميه لحقوق الانسان، يعرفون ذولا انه لو تم محاكمتهم لو وضعهم بالسجن بشكل عشوائي. فبالمحصله النهائيه لا امانه في العراق الا بزوال هؤلاء. شكرا لك. شكرا جزيلا سيد ابو احمد من بريطانيا. دكتور يحيى، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ياسر وتوت قال بأنه بغداد شهدت خلال 23 يوما فقط 55 حالة اغتيال مؤكدة. هذا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية يتحدث ويقول بأنه لديهم أرقام مؤكدة عن أعداد رصدت من حالات الاغتيال. معدلات الاغتيال المرتفعة خلال أقل من شهر بهذا الرقم، يعني هناك أكثر من حالتي اغتيال باليوم الواحد بناء على المقياس الذي طرح. هل هذا مؤشر أمان واستقرار؟ ما قاله عضو لجنة الأمن والدفاع هو يؤكد حقيقة الوضع في بغداد، عندما يتم تعرض أو اغتيال 55 شخص خلال شهر، هذا يعني بأن لا وجود لأي أمان في مدينة بغداد مطلقا. وما عرج الأخ الذي تداخل في هذه الحلقة من لندن، نعم هو أشار إلى نقطة حقيقية. يعني قبل 2003 وفي كل دول العالم لا يوجد مدير بلدية له حماية، والقيم مقام له حماية، وعضو مجلس النواب له حماية. يعني مع الأسف إن الآن الشرطة والجيش والميليشيات كلها تحمي أشخاص. لو هناك هذا الأمان لما هذا الشيء يعني، وهذا هو الشيء الذي يحز في النفس، إنهم يتحدثون عكس ما هو موجود على الأرض. يعني هم ليسوا بالشجاعة التي يمكن أن يردوا على شربل أو غيره بأنهم يعملون على استتاب الأمن والاستقرار، ولكنهم يحاولون الدفاع الكاذب. لذلك نعم، تعدد مراكز القوى وعدم وجود قوى قانونية حقيقية، هذا لا يعطي الثقة للمواطن بالذهاب سواء إلى بغداد ولا حتى في العيش في العراق. الكثير كما قال الأخ في بأن الناس عندما تغلق أبوابها هي غير آمنة في العراق. لذا قدرت مئات الآلاف من العراقيين، وإذا يعمل وإذا كان من حق أي إنسان أن يعمل وأن يتاجر وأن وفي أيضا وظيفته يمكن أن يتعرض إلى حالات من الابتزاز، أو إن وظيفته تحتم عليه الوقوف بقوة ضد الفساد، ضد أشخاص يحاولون خرق القانون، فهل يعني هذا أن يغلق بابه ولا يأمن على نفسه لأنه وقف بوجه شخص ميليشياوي أو رجل يريد أن يتجاوز القانون؟ هذا كله ينعكس على الحالة العامة بالنسبة سواء لبغداد وللعراق بشكل عام، ويجعل الكثير من الناس في العالم غير مطمئنين للمجيء إلى بغداد. وأنا أشرت إلى ذلك
بأنه لن يأتي إلى بغداد إذا مو دعوة رسمية من ميليشيات أو من جهة حكومية تتعهد بحمايته من وصوله في المطار أو نزوله من الطائرة. من نزوله إلى الطائرة أن يعيدوه إلى الطائرة. هناك جزئية أيضا دكتور تتعلق بطبيعة أو طريقة تعامل الأحزاب والميليشيات مع الوافدين إلى العراق. دائما ما نرى بأن هناك محاولة لإظهار صورة إيجابية عن الوضع في العراق، محاولة لحجب الحقيقة. ما رأيناه في محافظة البصرة على سبيل المثال مع خليجي، بطولة خليجي 25 أعتقد نعم اللي صارت في البصرة، أسعد العيداني قام بوضع إعلانات وجدران إعلانية امتدت طويلا خفت وراءها الفضائح المتعلقة بالعشوائيات بالنفايات وما إلى ذلك. هناك أيضا من يأتون إلى بغداد بمؤتمرات بندوات بحفلات وغيرها، أيضا نرى حسن الاستقبال وكرم الضيافة وما إلى ذلك، في حين أن هذه الخصال الحسنة لا نراها موجودة وتطبق على الأبناء البلد الذين يعيشون في المخيمات على سبيل المثال. هو أخي العزيز، هؤلاء الوفود عندما يأتون كن على ثقة مقابل أموال حتى يأتوا، ومجرد أن يصل إلى بغداد أو البصرة أو أي محافظة سيرى بأن الوضع هنا هش، والبصرة التي قدمت ملايين الدولارات في سبيل الحفاظ على أمنها لأيام معدودة لولا تدخل أسعد العيداني وطلبه من الميليشيات وطلبه من إيران لعبور هذه المرحلة، باعتبار تقديم العراق كجزء يمكن أن يلعب دور في المنطقة عبر هذه الرياضة، لما حصل هذا الشيء. وقد اكتشفت كل الوفود حالة البؤس التي يعيشها العراقيين في ظل هذه الأحزاب الفاسدة، حالة العشوائيات وحالة الفقر وحالة الظلم وحالة الجهل وحالة الخراب والتدمير التي شمل العراق كله. لذلك لا يمكن أن يغطى هذا الأمر بغربال، لا يمكن. يمكن أن يغطى ساعة من الزمن، ولكن عندما تأتي هذه الوفود لعدة أيام ستكتشف بأن العراق وضعه هش من الناحية الأمنية أولا، وأيضا من ناحية فقدان السيطرة حتى على موارده وثرواته، وأن الحكومة هي مجرد ديكور وقد رهنت قرار العراق السيادي والمصيري بيد قوى خارجية. طيب دكتور يحيى، إذا تسمح لي سأعود إلى حضرتك بعد قليل. نود مشاهدينا الكرام، أولا خلنا أخذ أبو علي من واسط، بعدين راح ننزل للشارع ونشوف رأي بعض العراقيين بخصوص أو بشأن الوضع الأمني ومستوى الأمان وارتياح المواطن العراقي لطبيعة الحياة الموجودة في بغداد. نسمع رأي السيد أبو علي من واسط أولا. تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم. يعني مساء الخير لحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير لضيفك الكريم. حياك. صراحه اللي يقول اكو امن بالعراق هو يا اما يخلن او واهم او عايش خارج العراق. يعني وين الامن بالعراق وانت من تكتب شيء على تويتر ولا يعني تنتقد اي شخص، يجيك واحد ياخذك جماعته ياخذونه ويضربونه ويصورونك انهم هم. طبعا بس اريد اقاطعك بجزئيه ابو علي. تفضل. السبب تخصيص الحلقه اليوم عن بغداد بشكل اخص اكثر من بقيه المحافظات لانه بغداد هي مركز الحكومه ومركز السفارات الامنيه والبعثات الدبلوماسيه وهي مركز الوزارات وغيرها، يعني من المفترض ان تكون اكثر امانا من غيرها، اكثر امانا من بقيه المحافظات. وبالتالي لما نسال نشوف أو نطرح المواضيع التي تتعلق ببغداد والأسئلة أنه ليش بغداد اليوم أقل أمناً ربما حتى من بقية المحافظات أو من بعض المحافظات، أريد نوقف على هذه الأسئلة ونحصل على إجابة لها. ليش بغداد اليوم مدينة خطرة للعيش؟ لأن بغداد هي مصدر، اليوم هي مركز الميليشيات، لأن بغداد هي مركز السلاح. معروف أنه السيطرة على بغداد هي السيطرة على العراق، مركز الأحزاب وفاعليتها ووجودها هو في بغداد. اليوم السيطرة على بغداد يعني السيطرة على القرار الحكومي
في البلد. لذلك اليوم اللي يقول يعني انا استغرب من اي يعني مركز قياس يقول انه اكو امن بالعراق حتى لو طفيف. الامن شلون صوت بس صوت ابو علي صوت ابو علي ناصي ابو علي لو تعلي صوتك شويه لو المشكله من يمنا ما اعرف تفضل. يعني مو اشاره كل صوت اوضح. اي اوضح اوضح نعم. اي فاليوم اكو امن او قليل او امن قليل بالعراق واكو سلاح موجود ومنفلت بالبلد. اليوم ماكو امان يعني مستوى الامان يقاس بمستوى العيش. اليوم ماكو عيش في بغداد، ماكو حد يامن على نفسه، اكو كل بيت موجود بالعراق اكو سلاح غير مرخص. هل هذا يعتبر اكو امان؟ هذا مقياس الامان؟ شو مقياس الامان من القيسة؟ الامان اليوم العراقيين اني يعني اكو ميليشيات موجوده لان اني يعني 60 شوارع لان هذا الشارع هذا دي بيت مسؤول هو هذا امان. فنصبر انا اخذ راحتي في بلدي وبعاصمتي واتمشى بالليل وهذا مصدر الامان. هذا طيب. هو مصدر الامان اليوم. اليوم اكو ميليشيات موجوده في البلد. نعم. اكو اليوم قوى سلاح في البلد موجود هو اللي جاي يسيطر على البلد. الامان يقاس مقدار طيب. ابو علي انا اكتفي وياك بهذا القدر وشكرا جزيلا. يبدو اكو مشكله بالصوت ويا ابو علي، يبدو ما يسمعني حتى. شكرا ابو علي، شكرا جزيلا، وضحت الفكره قدر المستطاع. خلونا ننزل الى الشارع مشاهدينا الكرام، نسمع راي العراقيين ماذا يقولون بخصوص بغداد ومستوى الامان فيها، وما هي الاسباب التي قادت الى اختلال الوضع الأمني في بغداد بشكل أخص أكثر من بقية المحافظات. خلونا نشوف ونرجع. حقيقة طبعا حفظ الأمن والاستقرار هي من مسؤولية القوات الأمنية، وكل ما تكون القوات الأمنية بمستوى المسؤولية والوعي التام فيجب حفظ الأمن والاستقرار. ولهذا نقول بأنه قد تكون هنالك بصمة سياسية على هذه القوات الأمنية، وهذه البصمة السياسية قد تؤخر أو تعرقل عمل هذه القوات. ولهذا نقول يجب التجنب البصمة السياسية على القوات الأمنية حتى تأخذ مجالها بأكثر. ولهذا نقول بأنه الاستقرار يكون من مسؤولية هذه القوات، وهذه القوات عليها واجبات، وهذه الواجبات يجب أن تكون بمستوى المسؤولية والأمانة والنزاهة والكفاءة. ولهذا فإن القوات الأمنية الآن في تطور وفي تحسن، ولهذا يشعر المواطن نوعا ما من الاستقرار. ولكن بأن هنالك بعض الحالات التي قد تكون جنائية أو إجرامية، وإنما كلما يكون إن القانون قويا وفاعلا ورادعا تكون هنالك حالة من الاستقرار. فلهذا القوات الأمنية هي المسؤولة عن استقرار البلد واستقرار الوضع الداخلي في البلاد. حقيقة معايير الأمان الذي نقول عنها هي بوجود الرجل الأمني في المنطقة، ولكن إن هنالك بعض الحالات التي تحدث هنا وهنالك كالجرائم المخدرات، كالجرائم الدقة العشائرية، كالجرائم الأخرى، هذه تدل على أنه بأن هنالك نوع من خلينا نقول بأنه نوع من التلكؤ. فيجب أن يكون الرجل الأمني، نجاح الرجل الأمني هو بالإجراءات الاستباقية، يجب كشف الجريمة قبل وقوعها، وعندما كشف الجريمة قبل وقوعها هي دلالة على أنه هذا هو الوعي أو المستوى الذي وصل. ولكن نقول بأنه ليس بعد وقوع الجريمة تنشط القوات الأمنية، يجب كشف الجريمة قبل وقوعها، فهذا دلالة على أنه تحسن بالأداء. ولهذا نحن ندعو بأن تكون هنالك نوع من المؤتمرات والندوات لغرض شرح هذه الحالات إلى القوات الأمنية وخاصة المسؤولين عن هذه القوات. يجب أن تكون هنالك نوع من الدراية والخبرة والكفاءة. الحقيقة بكثرة العجلات المضللة وما تحمل أرقام وغير قانونية، طبعا احنا كمواطنين نشعر بعدم الأمان. هؤلاء قد يكون لجهات معينة أو محميين أو جهات مدفوعة الثمن، وممكن ما يحاسبون. هؤلاء طبعا يسببون خوف من أنه لا يوجد أمان. أنا كمواطن في آخر أيام انتصارنا على داعش قلت هاي الأسلحة بكل أنواعها يجب أن توضع بيد الدولة وترقم وما مسموح لأحد يحملها. يعني هسه يمكن أكو قانون يقول الشخص الأمني بعد واجبه
ما ممكن حمله سلاح. نعم الحقيقه هاي تدل على انه اكو تناحر سياسي كبير، وهاي المسائل تنعكس حتى من اجل وضع المواطن او البلد في وضع بلبله. ما ممكن المواطن غير راضي على الكثير من الجهات السياسيه، فمن تربك الوضع يقول لك هاي في صالحنا، شوفوا ماكو حكومه، لا احنا احسن من الحكومه، هو هذا هاي المقارنه اللي بدها تحصل. دكتور يحيى اعود لك مره ثانيه، يعني نبدا من احد الاخوه اللي يتكلم يقول هناك، كان السيد ابو علي من واسط ذكر بان هناك اسلحه تقريبا في كل منزل عراقي. بغداد او العراق بشكل عام مصنف الشعب العراقي واحد من اكثر الشعوب حملا او امتلاكا للاسلحه. هذه طبعا وفق تصنيفات دوليه. لو كان هناك يعني مستوى امني كافي يحمي الانسان ويقيه من فكره اللجوء الى السلاح لحمايه نفسه، هل كان ليصنف العراق او لتصنف بغداد واحده من اخطر مدن العالم؟ ما يفقد الامن وما كل فرد يحاول ان يحمي، لان القانون بعد 2003 قد انتهى واصبح ضعيف. فترى الناس حتى ابناء المدن الحضريه او الى عشائرهم او الى انتماءاتهم القبليه من اجل ان يحموا انفسهم من شرور الاخرين، من عصابات، من ميليشيات، او عندما لا سامح الله يقع خطا من احدهم في حادث دهس او كذا، فلا يذهب الى القانون، لا يوجد قانون في ذلك، ويحتمي بعشيرته، ويحتمي ايضا بالسلاح الشخصي الذي يحاول ان يملكه داخل داره ليدافع عن نفسه. لذلك هذه الحاله هي حاله موجوده ومتاصله في المجتمع العراقي في حال غياب القانون وغياب الامن والامان. وهي ليست على العراقيين حصرا، وانما في كل الدول الاخرى يكون هذا الشيء. النقطة الأخرى التي أثارها أو تحدث عن وجود سفارات غير آمنة، بعد 2003 كثير من سفارات الدول طلبت الدخول إلى المنطقة الخضراء هذه المحمية التي أغلقتها أمريكا بشكل كامل لدكاكين أحزاب وللعملاء الذين جاءوا معها ولسفارتها. فالمعلوم أن السفارة الأمريكية هي خارج المنطقة الخضراء أو خارج حي التشريع، هي ليست في المنطقة الرئاسية أو قرب القصر الجمهوري، ولكن تركت السفارة الأصلية في المسبح وجاءت إلى داخل المنطقة الخضراء من أجل أن تحمي نفسها. لذلك هي لو كانت هناك أمن وأمان كان بقت هذه السفارة الأمريكية، وكذلك السفارة البريطانية وسفارات كثير من الدول. وهناك كثير من هذه السفارات قد أتت بعدد من القوات الخاصة أو النخب من دولها حتى تحمي هذه السفارات، وما زالت هذه السفارات هي من تحمي نفسها بنفسها. معنى أنها ليس لهم ثقة بالقوات العراقية في حمايتها، والسبب في ذلك هو قوة الميليشيات وقوة الفصائل وقوة عصابات الجريمة المنظمة وقوة المشروع الفساد الذي طغى بشكل كامل في العراق. كل ذلك أعطى مؤشرات للعالم بأن لا وجود للأمن والأمان في بغداد وفي العراق، وعليهم إذا ذهبوا هناك أو لهم مصالح هناك عليهم أن يقوموا بمهمة حماية أنفسهم بأنفسهم. هناك جزئية طرحها أحد الأخوة بالمقطع الذي حضرتك استمعت له وشاهدناه، قال بأن هناك بصمة سياسية، يرى من وجهة نظره كمواطن أن هناك بصمة سياسية وضعت عرقلت دور الأجهزة الأمنية، حجمت من دورها، أضعفت الكفاءات الموجودة في الجيش والشرطة من ضباط ومنتسبين، وبالتالي فسحت المجال الميليشيات لتطفو على السطح وتظهر بشكل أبرز من الأجهزة الأمنية التي من المفترض أن هي تقوم على حماية الناس والبعثات الدبلوماسية مثل ما تفضلت. هذه البصمة هل هي بصمة رسمية؟ هل هي بصمة للدولة العميقة الموجودة في العراق؟ ما طبيعة هذه التأثيرات التي تعرقل عمل المؤسسات الأمنية؟ هذه البصمة كما سماها الأخ
هي استفادت من عوامل داخلية وخارجية من أجل أن تسلح الميليشيات وتعطيها هذا الحجم الكبير الذي يطغى على قوة الجيش وقوة الأجهزة الأمنية الرسمية الأخرى من أجل حماية مكتسبات أحزاب معينة ومن أجل أيضا سطوة القرار الخارجي. لذلك نحن لا نستبعد أبدا ولا بقت هناك مجال للمجاملة. هي إيران من أرادت أن تكون هناك ميليشيات على غرار الحرس الثوري الإيراني من أجل تنفذ كامل مشاريعها وتجعل من العراق منطلقا لأعمالها. لذلك تراها عندما تختلف مع أمريكا فتكون تصفية الحسابات على الأرض العراقية وليس مع إيران مباشرة. هذه ما قاله الأخ هو عين الصواب، ولكن هي ليست فكرة شخصية في الداخل وإنما هي فكرة دولية وإقليمية من أجل تعمل على المنطقة. إضافة إلى أن هناك قرار أمريكي منذ البداية بصناعة الميليشيات وتسليحها، لذلك الكونغرس كان يدفع أموال لميليشيا بدر وغيرها وكان يدفع لهم مرتبات. صحيح. وهذا ما أعلن عنه رسميا إلى قبل عام. نعم. قالوا بأن نوقف هذا الدعم من المال والتسليح 400 مليون دولار. نعم. لذلك عملية القضاء على الجيوش النظامية في المنطقة واستبدالها في بميليشيات وبعصابات هو مشروع الفوضى الخلاقة التي جاءت بها أمريكا وساندتها إيران وساندتها دول المنطقة. لذلك هم ابتدأوا بالعراق الصخرة الصلدة والقوية في المنطقة لتفتيته وتمزيق نسيجه الوطني وجعله أو تصدير وصفة لبنان للبننة العراق. نعم. الذي الآن هو بالضبط كما يجري في لبنان، ترى ميليشيات، ترى أجهزة أمنية ضعيفة وهزيلة غير قادرة على اتخاذ القرار. لا يمكن أن تكون بغداد آمنة مثل ما كانت بيروت، ولذلك هذا هو الوضع العراقي الهش. طيب. الذي قدمته أمريكا وأخذته مقاولة منها إيران لتنفيذه بمباركة أنظمة سواء عربية أو غير عربية من أجل إدامة هذا الوضع الفوضوي في العراق. دكتور، مجلة الإيكونومست البريطانية نشرت في فترة قريبة تقريرا تحدثت فيه عن مقاييس الأمان في دول العالم في العواصم، وجاءت ببعض النماذج ما بين الأفضل وما بين الأسوأ. وضعت 5 ركائز اعتمدتها في تقريرها في تقييمها أيضا للدول أو هذه المدن. المقاييس أو الركائز التي استندت عليها الإيكونومست في تقرير قياس معايير الأمان هو الأمن الرقمي والأمن الصحي وأمن البنى التحتية والأمن الشخصي والأمن البيئي. طبعا سنتجنب في النقاش مع حضرتك الأمن الرقمي، لأن احنا أصلا يعني لا يوجد أتمتة ولا يوجد رقمنا، والنظام عندنا الرقمي ضعيف جدا وهزيل. لكن إذا نتكلم عن الأمن الصحي في العراق حنفصل ذني الجزئيات باختصار حتى نتكلم أيضا عن الوضع العام. الأمن الصحي، هل هناك أمن صحي يتمتع به المواطن العراقي من تأمين أو من مستشفيات مؤهلة أو من أدوية متوفرة؟ يعني ما هي معايير الأمن الصحي الموجودة في العراق؟ أخي العزيز، كل هذه النقاط التي ذكرت لا وجود لها في العراق وتم تدميرها تدميرا كاملا، وخصوصا القطاع الصحي هو الآن قطاع متهالك بالنسبة للقطاع الحكومي، وبرزت هذه المسالخ التي تسمى المستشفيات الأهلية التي تكلف مبالغ باهظة بالنسبة للمواطن العراقي. وهناك كثير من العراقيين أيضا بدل أن يذهب إلى هذه المستشفيات الأهلية يأخذ مريضه إلى الهند إلى الأردن، لربما هناك من هو أفضل منهم وأقل أيضا أجور. هذا الأمن الصحي غير موجود. الأمن الصحي بنهاية الدولة العراقية في 2003. كان هناك مستشفيات وكانت هناك علاج وكان في المستشفيات الحكومية مجانا وعمليات الكبرى وفوق الكبرى وهناك تكاليف زهيدة وبسيطة. ولكن الآن بعد 2003 وقيام أمريكا بضرب مدن العراق باليورانيوم المنفجر
واليورانيوم المخفف ووجود ملايين الإصابات في السرطانات والأمراض المستعصية، كل ذلك أثر على المواطن العراقي الذي لم يجد قوت يومه حتى يذهب لعلاج إلى وطبعا لا ننسى أنه في حكومة حيدر العبادي تم إلغاء مجانية العلاج، تحولت المستشفيات الحكومية الآن إلى أيضا مدفوعة الأجر حتى تحصل على علاج فيها الحكومية. نعم. طيب. لذلك وجود أي تأمين صحي بالنسبة للمواطن العراقي سواء في بغداد أو في العراق بشكل عام. النقطة الأخرى المتعلقة بأمن البنى التحتية، طبعا حكومة محمد الشيع السوداني أطلقت على نفسها وأطلق عليها من حولها أنها حكومة الخدمات. إلى الآن هناك حديث عن مشاريع وهناك حديث عن توسعات داخل بغداد وغيرها بالنسبة للتنمية والإعمار، لكن هل تراها بالمستوى المطلوب؟ هو حديث يطرح، لكن هل نرى هذا الكلام يعني ينفذ بشكل فعال في العراق؟ حتى إذا نفذ فهو ينفذ جزئية بسيطة من أجل أن يقول بأنه استطاع أن يضع جسرا في هذا المكان وأن يضع يفتح طريقا في تلك الحي أو ذاك الشارع، ولكن هذا لا يخفف الأزمة التي تعيشها بغداد مطلقا. بغداد تعيش الآن حالة فوضوية كبيرة من حيث البناء الجائر، البناء العمودي في وقت لا يتحمل، سواء مشاريع الصرف الصحي التي نفذت في بغداد في الثمانينات لا تتحمل الأحياء وهذه العمارات وهذه المجمعات الكبيرة في وسط بغداد. كل عوامل العالم بعد 20 عام تضع لجنة فنية وعلمية مخطط لإزالة هذه الازدحامات، فتكون مثلا بمنع إقامة مجمعات سكنية أو البناء العمودي في وسط العاصمة. يجب نقل الجامعات من داخل من وسط العاصمة إلى أطرافها وعلى الطرق السريعة وفتح مساحات كثيرة لها من أجل أن يخفف على المواطن. السيد محمد الشيع السوداني يمكن يستمع إلى مجموعة خبراء في حياتهم لم يزوروا دولة ولم يقرأوا أبدا، أن نبني هذا الجسر من أجل أن لا يقف السير، وأن نفتح من هناك نفق حتى لا يقف هذه لا تخفف هذه الأعباء. قدموا أيضا له طلب أن يكون دوام الساعة 7 الصبح ويصير دوام آخر بالتسعة الصبح ويصير هذه يعني هذه مع الأسف يعني عقليات متحجرة لا تفهم بالوضع. أنت تأتي لبناء مجمعات سكنية ولا تعرف قدرة محطات الصرف الصحي، محطات المياه، الكهرباء التي يأتي إلى بغداد، وضاعت حتى الأراضي الخضراء ضاعت. هنا نأتي إلى هذه الجزئية دكتور. طبعا الأمن الشخصي تناقشنا ويا حضرتك ومع الإخوة أيضا بخصوص الأمن الشخصي، نصل إلى الأمن البيئي أيضا ضمن إحدى الركائز التي وضعت من قبل مجلة The Economist. ربطت حضرتك وسأربط اللي تفضلت به حضرتك قضية البناء والمساحات الخضراء الموجودة اليوم عملية تجريف للبساتين للمساحات الخضراء، تصحر مستمر في العراق بسبب المتنفذين الذين سيطروا على مساحات واسعة تحولت إلى مشاريع استثمارية منها عمرانية ومنها تجارية. الضرر البيئي الآن والخطر البيئي الذي يواجه بغداد ويواجه العراقيين فيها أيضا يتم بطريقة عشوائية غير مدروسة. ما المستقبل لهذه التجاوزات؟ يجب أن تنقل حتى هذه الأحياء الصناعية إلى مناطق بعيدة، يجب إعادة هذه المجمعات. هذه المجمعات يجب أن يتوقف البناء في وسط بغداد وداخل بغداد، وعدم تجريف هذه البساتين، عدم تجريف المناطق الخضراء التي تبقى على الراحة النفسية لسكان العاصمة. لم يبقى شيء داخل بغداد، حتى بين هذه الأحياء والبيوت قد سرقت هذه القطع من الأراضي. وإضافة إلى هناك تهديد بيئي كبير، صحيح، قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدفن مخلفات نووية
في أراضي العراق. نعم. هذه كلها أدت إلى أمراض سرطانية في مناطق متعددة. نعم. لربما كان هناك مرضى في السرطان في منطقة السماوة والديوانية، وعندما تسأل يقال لك بأن هذه المدينة لم تتعرض إلى القصف، ولكن هناك إصابات سرطانية. من أين جاءت هذه الإصابات السرطانية؟ هناك دفن لمخلفات نووية، وهناك زراعة على هذه الأرض أدت إلى أن تقوم هذه الخضروات أو المواد الزراعية التي يتناولها المواطن تكون السبب في إصابته بالسرطان. لذلك أصبح هناك أرقام مخيفة، يعني المفروض أن نحن بعد 20 عام تبدأ أن يقل نسبة الإصابة بالسرطان، ولكن الآن في العراق بعد 20 عام في تزايد مستمر. دكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا، فيما تبقى من وقت نتابع أيضا الرأي الآخر أو بقية الآراء لمواطنين عراقيين، سألناهم بشأن رأيهم بالمستوى الأمني في العاصمة العراقية بغداد، هل هي آمنة كما يقول البعض أما هي غير مستقرة ومضطربة كما يرى آخرون؟ نسمع ونرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت في الفترة الأخيرة أو الآونة الأخيرة في بغداد العاصمة وجود عدد من الاغتيالات اللي تحدث هنا وهناك، سواء في جهة الرصافة أو الكرخ أو بأطراف مدينة بغداد تحديدا، من خلال أشخاص مجهولين أو إطلاق عيارات نارية بخصوص ناس مسالمين في الشارع أو دخول على محال تجارية وقتل بعض من الأشخاص الموجودين في تلك المحال. هناك أمور ربما نحن كمواطنين نشعر اختفاء الأمن في الوقت الحاضر، على عكس سابقا كان الأمن موجود. بالإضافة إلى ذلك، هناك يعني تعرف أنت اليوم العاصمة مكتظة بالعديد من المركبات، سواء القديمة أو الحديثة أو الموجودة والمجهولة وبدون أرقام، بالإضافة إلى المظللات اللي ما نعرف، ربما أحيانا نكون مسؤول أو غير مسؤول. فعلى قول المثل الشائع يقول ضاع الحابل بالنابل. ليش؟ المفروض هنا القانون يفرض سيطرته بصورة كاملة، هذا اللي نتمناه ونطلبه إن شاء الله من الحكومة المركزية. الأمن في بغداد بشكل نسبي نحس نشعر به، وأخير حوادث اللي جاي تصير من اغتيالات ويعني الاشتباكات العشائرية والنزاعات، هذا إذا دلت على أنه تحتاج المنظمات يعني الأمنية وكذلك الأجهزة الأمنية إلى دعم من قبل يعني السلطات المسؤولة من خلال دعمها بالصلاحيات. يعني على سبيل المثال، أحد الأحداث اللي يعني صار أمامي، القوات الأمنية ما عندها صلاحية أنه ترد على مصادر النيران، ويعني حتى يعني في بعض الأحيان القوات الأمنية تكبد خسائر بسبب النزاعات العشائرية وما شابه ذلك. الأمان نسبي، بشكل نسبي. يعني هناك مناطق عندما يعني نمر من عندها أو يعني عند دخولنا لها، يعني الأمان نشعر بها بشكل نسبي، حتى نتجنب الدخول إليها في أوقات معينة. بالنسبة للوضع الأمني في بغداد العاصمة، لابد أن يكون في أعلى المستويات، في أعلى الدرجات. ما نلاحظه الآن في الفترة الأخيرة وجود اغتيالات عشوائية، وجود رمي عشوائي، مواجهات بين يعني ليس نقول بين العشائر، بين أفراد خارجة من العشائر، يعني حقيقة لا تمثل عشائرنا الكريمة. هذه الممارسات خاطئة جدا وتنعكس حقيقة على الوضع العراقي، الوضع العراقي كان سابقا مستقر، لكن الفترة الأخيرة الوضع الأمني غير مستقر، تتحمله كافة الجهات الأمنية والجهات المجتمعية كذلك. مشاهدينا، فيما تبقى من وقت نستمع لرأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. يبدو للأسف فقدنا الاتصال مع السيد أبو عمر من بغداد. مشاهدينا الكرام، إذن بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.